وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأنا كنت أحجرني كتاب الاستسقاء كتابك ورمي روبدون تأي أحكام تأي لدهاي. وأنا كنت أحجرني مسألة كساب سنايد رفع الأيدي بالدعاء روبدون تمرك الله سمعين أيها إن قعمها كرلو قادو ومركل الدعائين هي قعمها إن كرلو تاغو يقابك قعمها كرلو قاضي. وعن أنس رضي الله عنه قال وحرجا وحيمي عربي نرهيمي بايمي يوم الجمعة مالك جمعها فقال وحر يا رسول الله رسولك إلهي هلكت الماشية حوله النولى وإدلادين وهلك سمين وهلكت العيال ذاتك لمسروف يين وهلك سمين ير ير يواوين وهلك الناس قودهان ذاتك وهلك سمين. باب عطف العام على الخاص. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى هاي كربو قاضي يديه لبدي سقع مود يدعو يسقو الدعيني ورفع الناس ضدكين كربا وقادين أيديهم قعمهودة معه رسولك عليه الصلاة والسلام لشركي سيدعون يقول دعيني. قال وحر يا أنس فما خرجنا كما نام بحن من المسجد مساجد كي حتى مطرنا إلا الروب نلو الشبي وإلهي الروب نلو الشبي. مختصر من البخاري وحديث كان وحديث دير بوها وأن وينوي من دونا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وحاو مؤلف كو كانون إنو أدري شدو إن إمام كإيادات كباي قعما كرو قاديان مركا الروب دون تلا سمين أيو إلهي سبحانه وتعالى لبري أيو. فرفع رسول الله يديه يدعو ورفع الناس أيديه معه يدعون. مركان النبي عليه الصلاة والسلام قعمها أدب كرق قاضي وسر وادا مسلم كحسا حداء وجهه إلا وجهه سهلك الله سمن بقارسي. وفي رواية ابن خزيمة حتى رأيت بياض إبطيه إلا أن أركي عدانك لبدي سكيلين كيلو. وفي الحديث مشروعية رفع اليدين والمبالغة في ذلك عند الاستسقاء إلا تشديه للشرعيين قعما كرلو قاضو مرقى الروب دونت الله سمعين أيو وليب الوحل لرادار ركاس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحر جاء وحيمي عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيو أييمي فقال وحر يا رسول الله لقد جئتك وان كوئمي من عند قوم ضد ايان كئمي ضد كاسيو ما يتزود لهم انو اصهي قادا راع يعني امد حول الرعاه انو احصهي قادا واحصهي لقدكت ايان شيرمب ولا اباروبي ولا يخطر أن أضبلل لهم إيجا فحل نيف قوري أن أضبلل وخطر الفحل بذنبه حركها يمينا وشمالا صابت نوام حي نيف كوو ويدوبي تاقد الروح كقاري رقاق كليس كدائنا ندبكي صلو لكارين وصل من الضعف إلى حد لا يقوى على تحريك ذنبه فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحف للمنبر فحمد الله إلهي سبحانه وتعالى أماني ثم قال وحر اللهم اسقنا إلهي نوشب غيث الرب واحتر له ومغيثا لباتذا نقبت باديا ومريئا عربتي سدن بأي وراك سنتهاي ومريعا برواقيا طبقا ما شيئا غدقا بيبضنا
عاجلا مد سود دقدقة غير رائث مد دبدعا نهين. ثم نزل ذات النبي من بركب كسود دقي فما يأتيه وما إيمان هين أحد قفنا من وجه انتهاء وما إيمان هين من الوجوه جهوية كمدة إلا قالوا وحي لهايين قد أحيينا وانا لنولي أي مطرنا روبان الله الشبيع نكون نولان كاكستبا الروبا لقصوا الشيء الروب كيف يمركا حياتكم أقعابين نولل لأنه صاب للحياة نولشا أيو ساب وياهي روبلان يبيا لعاني ونولل لعان. رواه ابن ماجه. برجع حديث كان ضعيف وحبيب بن أبي ثابت يا كوريني ابن عباس مركوا منقطع حديث كاني وسنة كيس أياك رجعان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال وحور كان وحوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى مركو الراب دون قال وحورا شري اللهم يا الله اسق ورابي عبادك أضومها عقوى بهائمك يا ميران كاغا وانشر إلهي وفيدي رحمتك نحريست هذا ومد خلقي قاعدة كدك واحي إلهي ونولي بلدك للكاغا الميتة اعمد دينتو وأبارتو ايدشي. رواه أبو داود وحديث صحيح. وحانو تلمامي دعوين كي مركا خاص كاها حديث كهوري ساقوبا النبي عليه الصلاة والسلام سيدا قاركا وقود دعين شري مركا وروب دوني اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وعن المطلب بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحي يقول مدي هذا عند المطر اللهم يا الله السقيا رحمة اجعلها وحد كدكتا سقيا رحمة روب رحمة ديت كدق ولا سقيا عذاب روب عذاب ديلا وكدق ولا بلاء روب بلايا كدق ولا هدم مدو حدميا كدق ولا غرق مدو حفيا قرقيا كدق اللهم يا الله على الضراب نبرد كشب نبرد أبورها يريد نولك كل قوي نبر بالي هذا ومنابت الشجر يجيده ميلاها يكبحان اللهم يا الله حوالينا هريرها يكشب ولا علينا دوش يدها كشب. رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل مرسل بويل. المطلب بن حنطب والصحابي مركا حديثكم ها مرسل كي استلاحي قاها لكن هو منقطع سنة كيسا يا كالقوان سيد الرجحة أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل هو حديث ضعيف وهي دعاء ذنين وحي سيقو شرتا دعاء ذي الرب دونتا هي دعاء الاستصحاء دعاء ذا مركا لقبق الرب إنو لباتك جيستو لقد دعايستو سوء إلهي سبحانه وتعالى ما شاء الله وقبق ينو لباته وقيستو إلهي وقك حيو ملك لو وشبه لقب الله اللهم على الضراب ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا سينكو أركدونا حديث كأنس إسحاين كتير ودعاء الاستصحاوي. باب التحويل الإمام إمامك روغستي سوبابي هي والناس تذكر روغستو ده ارديتهم ياشو ده الروغان في الدعاء مرقي الدعاء ده بلابيا وصفته بوبابي هي روغستاسي صفته ده ووقته بوبابي هي وقت الله سمعين يا روغستاس مرقوا مسائل كم ده مسائشي استسقاء مرة بدونتا وعباوة كنت المامين إمام كدد كتوكيري يدد كبا قياشو داي روغيان وقت قال الروغيان اي تايمر كدعاء دالا بلابيو هي صفات اي قاب كالو الروغايو. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت واحد اركي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استسقى مركو روبدوني لنا انا نور روبدوني
أطال يسقو ديريا الدعاء وأكثر فربدية المسألة تويدين إلهي وحويدي سنية. قال وحوري ثم دبتنا تحول وحوري است إلى القبلة رواية البخاري ثم حول إلى الناس ظهره تدكيب دبر كوتشي دي وقبلة أيو تشيست وحول والرقي مركا وتشي سنية رداه قئيسة فقلبه والرقي ظهرا لبطن ظهرا حقي سريسب لبطن حقي هو سكر جعل ظهرا حقه سوح كدقا لبطن أي إلى بطن وتحول الناس معه ذات كي نوى لتشيستين حق قبلة ولتشيستين رواه أحمد وفي رواية خرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قابح يوم المال يستسقي سقر ربدونية فحول ورق رداه قويسي وجعل وحكي لعطافه لين عيسي على أيمان أمدك على عاتقه الأيسر دكتي سبدح وجعل وحو كدق عطافه دع الكيس على أيسر أبدح على عاتقه الأيمن دكتي سمدك ثم دع الله عز وجل دت الإله ببري رواه أبو داود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى الرب دوني وعليه وحال حرية هدوشي سيسارة خميسة خميسة ومرض مركا مربعة أفرت الجيسة إسلاق اللي يدد كراله تاسو الله يساق وصغر الله وسوداء ومدو فأراد وحد أن يأخذ إنه قبته أسفلها حق يده سوف فيجعله كيلا علىها حق السرق الدول يهوسو يسوى إدارية مدق بدح ماه فثقلت عليه وكوع صلاة فقلبها الأيمان حقي مدق بورغي على الأيسر بورغي ولا يسار ابو الرقيو لنعيب بدوحه على الايمن ابو الرقي رواه احمد وابو داود مركا الرواية دا ضعيف وانا الرواية دا مركا شافعية دا اعتمادان وعليه المركا والنبي عليه الصلاة والسلام حدوني حقه وصيصة يقار كدن بحكتا انو حقه صلاة صوامرية مركا اسور توبي ويدي امو ميدك يبيد سويداري وهي حديث كان وحاينو كفا ايدي سرينا اولا دعاء إن لبضية أولى دارية في الاستسقاء هي استحباب استقبال القبلة حال تحويل الرداء إن لو تشيستو قبلة دا مركا قوة للرقاية ومركا خد بضل دمائية الربين دعاء مركا الله بلعبه وحكا لو لقفة إذا سريا أو تلمام يا دت كلفتوا دنينا يجوا الرجيان لكن رواية التلمام يسا رواية أنكم عدا وتحول الناس معه إلى القبلة بين غنكرتا حديث عبد الله بن زيد رواية بقصار أرتي إن دت كنا جويا شو دي الرجيان لكن الرواية شاذة وضعيفة إن لم تكن منكرة داني منكرة باهين ولهذا وحد ليلو الصقيا دت كنا الرجيان جويا شو ده وصحيحة لا نعلم لكن إمام كأيوم بيارين توعي كسو قناتي باب ما شيء بو باب يهي يقول وورانا يهو ما يسنوي حسميني إذا رأى مركو أركا المطر الرابك رابك الصوص على مركو أركا وما يقول وحورانا يهو إذا كثر مركو فربط الرابك جدا آدو فربطه وخيف منه الضرر دباتين وقيست الله وقبقه عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إذا رأى مركو أركو المطر قال وحو رنشري اللهم يا الله صيبا اجعله كردك صيبا أي مطرا روب روب كاسئو نافعا واحتر له الصيب المطر والد الصحابنا والد هذا لبدا بوالد هذا وصاب المطر يصوب كيبي على النزل ينزل وحديث كلا قفا إذا سنة استحباب الدعاء عند نزول المطر روبكم مركو الداعية إلا الدعايستو
oo ilaahay la weydiistay inuu ka dhigo roob waxtar leh oo dhibaato aan geysan, ilaa labadaba wuu noqdaaye. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam markuu arko daruuro soo gudban, aad buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga argagixi jiray, baqo badan arrintaas waa ku beeri jirtay. marka la dhaho maxaa dhacayna dadku waaba bushaaraystaane, wuxuu odhan jiray maxay ogeysiyeen inuu cadaab yahay. qowm baa markaa isyidhi waa roob idiin soo socda oo lagu cadaabay. falamaa raahu caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu haada caaridu mumtiruna bal wama istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim. markaa nebigu waa ducayn jiray. caaisha waxay tidhi sa muslim wariye kaana idaa kaana yowma riixin curifa dalika fii wajhihi, maalmaha ay dabaylo u dhacaya nebiga wejigiisa laga dareemi jiray. fayaquulu idaa ra'a almatara raxma ee allahuma ijcalhu raxma, roobka arka wuxuu odhan jiray ilaahu naxariis nooga dhig. kaana idaa ra'aa naashian min ufuqi samaai taraka alcamal, markuu arko daruur samaysantay oo jihaa kasoo socota hawshu hayaba waa joojin jiray nebiga. oo dakhala wa kharaja, sa caaisha ay sheegtay fain kushifa xamida allaha, haddii daruurtii ay kala tagto iyadoon di'inba ilaahay buu mahadnaqi jiray. fain mutira qaal allahuma sayiban naafican, haddii markaa ilaahay roob uu shubana wuxuu odhan jiray ilaahu roob waxtar leh nooga dhig. وعن أنس قال وحر أصابنا وحن هلي ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول رسولك إلى إلا تشوقنا وحن نقول داي مطر راب. قال وحر فحسر وفيدي نبي ثوبه مرديسي حتى أصابه إلا أقاري من المطر شيء من المطر وحرابك كمدي. فقلنا وحن نري لما صنعت محاد ويا شيء هذا أرن كان محاد الصميس. قال وحر لأنه حي للرابك حديث عهد ومدك وقت عصب بربه ربك. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. مرقى حسر يكشف بعد ثوبه تركيسي غيبك كمدو مراديك قاضي سوء الرابك وحويان أقاره لينال المطر أيوة بيبرك يسويه حق إلهي سبحانه وتعالى كيمي. مركا حديث عادي بربي وحلقه فصيري قريب العادي بخلق الله تعالى إلهي بقر نويد أبوري فيتبرك بها. مركا والله قبر كيسر يا ضرور تاروك كدعي وحكى الله لقفة سيري معنا حق الصرا وحق إلهي أبو كيمي. هذا اللي هذا مركا يعني قريب العادي بخلق الله تعالى معناه دوما نقول علوق إلهي الديدي والدليل معين إن لهذا علوي تصين مايو هي إن لهذا علوي ما تشير واكل لبا مسألة قف كي سقوا علوي إلهي السرين تيس السقية يا وعد عكرت الدليل قار إنه هذا الدليل كان ليس من أدلة العلو أدلة العلو كمد معه. مركب حلقة قادرة يا السنة لماذا هي السنة هاي مركب رابك بلا ما إلا يسير رديقه بركة إلهي سبحانه وتعالى صمد وككاني. وعن شريك ابن أبي نمر عن أنس أنا رجلا من سروات كلكعد عربي بوهريرمي دخل أي دخل قال المسجد مسجد كصوت قال يوم الجمعة مالين جمعة من باب الباب كصوت قال الباب كصوت كانها نحو دار القضاء دار تجرصارك محكمة دوالك هذا كطاله شهاديده الباب كو يالي بو كسوى قالي كدار الإمامة ودار عمر بن الخطاب رضي الله عنه كدار القضاء ظاهر كو حويا دي دارتي محكمة دي عمق رسولك لكن سياسي ماها ودار الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيعت في قضاء الديني مركو دينتي ايال ايبيو الدين لغو الله عمر ايال لغو بحيي مركا دار قضاء الدين عمر با مركا ورا لورن جيري دارتي لو ايبيي غوديستا دينتي عمر مركي دنبا ايا ليري دار القضاء ولا سو غابي هادلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدور رسولك الى هنا قائم وتاغي يخطب خطبه دينيه.
استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي إلهي بكوتشي استقائما حالا وتاقيا ننكري. ثم قال وحري يا رسول الله هلكت الأموال حوله بعد ماضي وانقطعت الصبل والدوين كيبا قوأي أبار أوقيت وحلو صفري وحلو صفراتون مجرون. فادعوا الله إلهي باري يغثنا روب واحتر له إلهي هنوكينه. قال وحري فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كربو قد يديه لبدي سقع موت. ثم قال اللهم أغثنا إلهي الروب واحتر لنوكين اللهم أغثنا إلهي الروب واحتر لنوكين. قال أنس ولا والله إلهي بان كدارته لا دواسك زعيده ما نرى ما نركين في السماء سمدك وما نركين من صحاب واحد ضرورة ولا قزعة قبل يرأو الضرورة لما نركين قزعة وصحاب المتفرق والضرورة تاني سوء مانا إن يريب أي ميل تشوكتو قطع من صحاب متفرقة وما بيننا ماهر انت نورح النقية وبين الصلع بورتا الصلع على إرادو بور معروف مدينة كتالة من بيت وحقورية ولا دار هي وحداري تونة ونقى قرية متشرين مركا حتى الضرور ونقى قرينة هي مدارة نقى قرينة يسي متشرين لا ظاهر ولا مستطر ضرور موقاتة يميد قرصوني تونة متشرين. قال فطلعت وصوب حضي من ورائه بورتا صلع على راحة جيدة دنبا صحابة ضرور باك صوب حضي ضرور تاسي او مثل ترسي حالا اتهاي ضرور تاسي سيدا اما صحابة او مثل الترسي ضرور تاسي او غاشانك او كلا يعني سيد اوريك سيب اوريك سنتي ما هاي غاشان اللي لك تاي. فلما توسط السماء السماء برتن كيدا مركي قاردين انتشرت ويفافت وي بلارت. ثم امطر دبتنا وي دادي. قال وحري فلا والله إلهي بان كدارت ما رأينا ما نانا رقى الشمس قرر حدي سبتا تضبط يعني سبت إلا سبت واسبوع. قال ثم دخل وصوغل رجل نمبا صوغل من ذلك الباب الباب كلفت يسوك صوغل في الجمعة الجمعية المقبلة الجمعة كحيقي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو رسول كلاهين قائم وتاجي يخطب وخطبينه. فاستقبله رسولك قابلا قائما السجود تاجم فقال وحري يا رسول الله هلكت الأموال حد الرب هلاقيه مركورنا أبارب هلاقتي وانقطعت السبل والدوين كبا جواي مركورنا أبارب شرتاي قاديد لقو صفري وحلال صفرة لهينين حدنا بيئي الرب شري. فادعوا الله إلهي بري يمسكها هقبت عنا أنا قبته يعني الضرورة لي الرب كداي إلهي أنا قتشوتشي إلهي بري. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاهي كربو قاد يديه ثم قال اللهم يا الله حوالينا اجعلها كيال أما اجعله كيال الرب كان حوالينا هرارح يقع ولا علينا دوش يدها كييل دو الدوين كان أقمرية بلفتو دهريره هو ده مركا ولا علينا ده سوى سيعة ديس مرادك إلو يهي إله يوم يلاها ضدك وحوكي يلي يكفوكي. اللهم يا الله على الآكام تاقق كشب والضراب نبرد كشب وبطون الأودية إله كشب تقق دحو ده ميلاني ضدك الدقين ومنابت الشجري يعيمها كيمها داق دحو للوق يلا كراني دح دقرين. قال فانقلعت ضرورتي ازالت ويسو شيء ضرورتي السماء الماطرة السحاب الماطرة يعني امسكت عن المطر روب كي بيتوجس انقلعت ديستي بيتوجس وخرجنا وصباحا نمشي نقو صحونا في الشمس قرحنا قرحنا نقوه صعنا قرح دي موقتي. قال شريك فسألت ويدي آنسا أهو الرجل نين كان ذنبه من نين كيبا الأول وهراء. قال وحلي لا أدري قرار مايو كيما لنتي هروها سوامت كلي
متفق عليه. ويا حديث كو حلقة قادنا يا قاب كالور روب دورة إلي كميتا هاي الدعاء في خطبة الجمعة خطبة الجمعة دحية دولة الدعية ويسلح قلي كران خطبة الجمعة هي خطبة الاستسقاء صلاة الجمعة هي صلاة الاستسقاء خطبة صلاة الجمعة وصلاة فرلا خطبة الجمعة وفرل صلاة هي خطبة الاستسقاء والسنة مركويس قد قلي كران وخارنا حديث كساس وبابا استبع الشرد أماها استسقاء الروب دون تأين صلاة لتكذو يدون صلاة لتكن بها إلهي لبري كرا والروب لويدي سن كرا واحد كلو حديث كمركاين كتيرتا دعاء الاستسقاء اللهم أغثنا اللهم أغثنا انت اسو قورين لو كوبسن كرو مقصود كو ان الله الروب لو يديستون باي دعاء 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 كستو كو دعيه ولو الروب واحتر له واحد كلو لقى قادنيا فيه دلاله على قدره الله الهي اوديس اي حديث كو دليله كيف يغير الله الاحوال على وجه قد لا يتصوره الانسان سيد الى احواش وبدل ولي بس ان انسان كسوريسن كريم اركي مدنا حتى قبل ير او ضرورنا انو جوجين ايا مركو نبي عليه الصلاه والسلام دعيهي الهي ضرورتاسي و ابوري وربي وبركيهي ونبي عليه الصلاه والسلام من بركي با ان كسو دغين روبك و بلاامي استجاب الله دعاء النبي الهي واقبل دعاء النبي وحا كلاو مركا حديث كلاقا فايدي سنيا ورنو اي نوصا مرتاي كلام المأموم في خطبة الجمعة اما كلام المأموم الإمامة وهو يخطب يوم الجمعة للحاجة مأمومكو انو لحظ لكرا إمامك سوى خطبة دي الجمعة هوضا هدي اي حاجة كانت هذا الكاس ننكا ريرمي النبي عليه الصلاه والسلام اي الله حد لا او غورم حال كي جري الهي نوبرينا وايري صحابه حتى كود ريرميغا كانت قلوبهم متعلقه بالله قلوبته الى بك حنيد عند الشدائد ما كانوا يلجؤون الا الى الله حالو مركا ادكادان الهي ام سبحانه وتعالى حقي سوير كان جيرين او عيد كلا نفك ما يدي جيرين حتى رسولك حمي ويدي سن جيرين إلهي نوبر إنا يرهدان موياني سيد حديث كان بعد كواركتو واحد كلامر كان حديث كان لغا قادر يا هدي روبك أوبطو ولغا بقى نباتين وقيستو شيطان لغو إعدام يا ماسي صومالي دو سميان لكن إلهي بقى لبر يا إلهي نلغا بري ما يروبك إنو توتيب ويوى نعمة إلهي إلهي نعمة تشر لوران مايو لكن إلهي وحلقة بريئة إنه ككحيه ما شودتك وحكوية إليه إلهي وقيه ما لها وحتركوية لنا يعدنا أن وحبكوية إلهي كتاب الجنائز سألك كتاب الصلاة وين أقول رماضي أنا كتاب كوي حديث بدن كتاب الصلاة كتاب الطهارة كتاب الجنائز كتاب بيان احكام الجنائز جنائز بالجمع مركي تهي جيم كوالا كردقة ياون لكن مركي مفرة تهي جنازة هي جنازة هي جنازة لبضبا والعورن كرا قال ابن قتيبة وجماعة والكسر افصحوا جنازة إن ليرابا فصاحة بضا ولماذا قارنوا كالقادين وحيلادين مركي جنازة ليرادو وميتكي جنازة مركا لدانا ونعش كي ميت كسارا من الجنز بي كتمي وستر استرد قرنت القرب ميت كوالا استرا باب عيادة المريض غفك حنوصان ايه قال يا مسلم كودون يبهر نقضي بوقشاد الله بوغضو ايو اباب ياهي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
حق المسلم مسلم كحق على المسلم مسلم كلو كله خمس وعشرين شنبا كم يدا شنتنا قرا ما هي حديث كبر يسيب أشرت حقوق ذي ردوا السلام السلام تين وجد جوابه وأنا واجب تاس إنه كبل عبانا وصنة وعيادة المريض قفك حنوصنا يا إلا باغضه واتباع الجنائز جناسوين كإلا الراعه وإجابة الدعوة تيار مضى إلا ياله وليمها الغوير أبو حكلا الغوير هذه شروط دي إجابة الهلو وتشميت العاطس كهندسة إن لو دعيه متفق عليه والحمد لله مركو يراده يرحمك الله إن لو يراده تشميت العاطس وذكر الله عند العطس. وعن ثوبان قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم مسلم إذا عاد مركب بغداد خاه المسلم والكيس مسلم كا لم يزل كمسوله في مخرفة الجنة جنة مريه دي مد قرار إنه نقضه حتى يرجع إلى وصان نقضه رواه أحمد ومسلم والترمذي. حديث كروح التلمام يا حقوق المسلمين تأس كل يوم حكم إذا عيادة المريض قفك حنوصر يا إلا بغض كدين تنا جناسدي سائل الراعي مركا إريق حق إساق وجوب لغا مقادان أيو حق شيك استو متأكد بالإرادة واجب هالنقضة ومستحب هالنقضة لكن حديث كلاو أمرتبا كرتا إلا بغض مسلم حنوصر يعود المريض أمر بن نبي كبعي ولهذا قفك مسلم كحن وصني إلا بوقضاء وفرض كفاية وواجب مسلمين تا قودهان ووجهان بركودها الدياء يمركا سمعيان فعل كارا انت كلا دنبقو كدعيو مركا النبي قول حق المسلم على المسلم عنه ما قال إن الله بوقناهين النبي قول عليه الصلاة والسلام وبوقن شري مواب بغضي كفار ديرك أبو طالب في حالة الاحتضار كتير واكي اتقي إنك يهودي واكي بغضي الدين تقوية يا رأي مركوا فرصة دعوة لوقف هذه سنكرة حديث كثوبان نوح عدينا يا فضل عيادة المسلم مسلم كبوقشاد الله بغضا فضلك إليه ده هيبالك قادنا يا مخرفة الجنة أنا باريه جنة ميت كتير أيو نغضا وكم يدى القرآن أيه معنى أرين تسوح السابو نغطاين وجنة قلو عيادة أخيه المسلم وقشده وبغضه ولالكيس مسلم كان. وعن علي رضي الله عنه قال وحر سمعت وحر مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سقاله إذا عاد مركو بغضاء المسلم مسلم كأخاه ولالكي مشى وحو سعدا في خرافة الجنة جندا بيرهد ودح سعدا حتى يجلس إلى فريسانيه فإذا جلس مركو فريستو غمرته وحما شيسة ودين أعوال بك مرتان رحمة رحمة إلهي فإن كان غدوة أدي أرن كاسي أدعي صباح نمو صلى عليه وحكو صليا بمعنى أدعيه إلهي الرحمة يدمده فوه الدية 70,000 ملك تضبات كن أو ملك حتى يمسي إلا أقلب نمد قاريوها بين صنيه وإن كان مسان أدو أرن كابو قشدة سيد عدين كانت العيادة مساني في مسائل قلب نمد عدين صلى عليه وحكو صليا وأدعيه بمعنى يدعون له بالرحمة والمغفرة رحمة يدمي داف ودعية 70,000 ملك تدوات كرام ملك حتى يصبح إلا أوابر سنين رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي وأبي داود نحوه حديث صحيحة صحيحة كقول الشيخ الألباني إذا كن يصدح بقوله تدبي الحين وحانو تسين يا فضل عظيمة وبوقشدة مسلم كأيلا ضعي وأسباب تشنة الوقت لي كميتي رحمة إلهي اللقوها له ملائكة ترد بضم باقفك ودعي نيسا ولبا وقت قادر رسولك عليه الصلاة والسلام الشاقي
qofka muslimka ahi waa inuu soo qalbigiisa kusoo xaadiriyo fadaaisha noocaana si ay ugu fududaato ciyaadatu marada almuslimiin, muslimiinta xanuunsanaysa booqashada. وعن أنس قال وحري كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوحا لا يعود ميدان بوقا مريضا قف حنون صدي إلا بعد ثلاث صدح مع الموت حنون كيسا كدب مويانه رواه ابن ماجه معنا مركبة ومتقي تشيرينه حنون كيسا مركب صدح مع الموت كسو وريقان بوقا تشيرين. حديث كالنوى موضوع بيدان علماء قاركون موضوع مركو ويري هو ضعيف شديد الضعف ويه ضعف في سؤاد بودري مسلمة ابن علي نيل رأى سنة كيس كتيرة وأي مدو أي شيئان منكر الحديث إنه ياي مسلمة ابن علي سب بخاري يا أبو حاتم يا أبو زرعة وهذا الحديث من مناكيري حديث كروح يا أبو كخل ضمي لقو قب صديب وكمديا أبو حاتم حكولي كتاب كيس كما في العلة الحويري هذا باطل منكر وحديث باطلوي منكرة. وقال ابن عدي في الكامل حديثه غير محفوظة. مركا حديث كان مسألة ده مركا وتصين يا مسألة ترتمها مر هدي آنو أنصحين وضعيف كاسي وياي والله صاقف كمركو حن الصدب واللو تجي كراه صدح معلومات إلو كادية دليل صحة وتصين يا بتشرو. وعن زيد بن أرقم قال وحري عادني وحي صاب وغدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع حنون أوجي أيوه صاب غضي حنون كاسو كان بعيني إيش هيدا ميت كسكر الباي حنون تور رسول كاي صاب غضي رواه أحمد وأبو داود سنة كيس رواه حسن وحنون الدليل وياي أفك حنون وين هي ما حنون يرها هي مسلم كم ردو حنون صدين لبوقان أيوه ولماذا قارب يد حنون هذا إسك خفيف ك بكورة ده مدافع كقف كينداك كذا عائي إلقي رحن ونقي وحام عن اللبوقان ماي. لكن حديث كان واحد تلمامي إن مسلم كاللبوقان أيه هدي وحن والصدابة قف كمسلم كاي مركو قف مسلم ببوقضانا وين أدعي وهي حالة دا الدعاء دوا مستجاب ومن الله أقبله ورسول كوحر من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. قفك بوغضا قف مسلمة قفك بوغضا قف أنا أجشي في قارن ودبتنا تضبط شارينا هذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله وين عرشك وين له وحن ويدي سنة ينكبر إنه كشافيه عافاه الله من ذلك المرض لا يحنون كواك شافيه. وكذلك حديث كعبد الله بن عمرو بن العاص أبو داود وريي نبي يقول إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل قفكم مركو صاب وقف حنوصنا يهير هذا اللهم اشفي عبدك إله أدوان كاغان شافي ينكع لك عدوا عدو بو تشوكو جيسن دونا أو يمشي لك في جناسة أما مسلم كلو جيريو دي بو جناسة سراعي يعني أدوان كمسلم كاي واحتربو لي يعني هدي إله أدشافي ده وحنون كاسي أتكدو القادة واحتركي سالهي للدونة ميت قوديو يا ميت قاربة بابو من ميت بو بابي هاي النبي عليه الصلاة والسلام بوقشادة آد بو سمين كيري وأنا أمر رسين وشيقنا يعود المريضة وأطعم الجائعة وفك العاني حديث أبي موسى في البخاري. وقال جابر كان النبي يعودني ليس براكب بغل ولا برذون نبي جاي صوب وغنشي ري صغن بقل صارين يا فرس تركي طورة وقد عاد النبي سعد بن معاذ يوم الخندق بالمساجد كو كان سيب وقشدي سايوس ودواته ضرب عليه رسول الله خيمة في المسجد ليعوده من قريب وأنا أدعي رسولك أنت هل كأنت كساري رسولك عليه الصلاة والسلام وحلها اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. باب من مدبو باب يهي كان
وهذا آخر قول هذا الكيس أودم بأي الدويدة وكجبحة لا إله إلا الله وتلقين المحتضر بأبابيه كي أي جيرد وكسو حاضرتي سكرات الموت كهيي إلا إله إلا الله أفكر لو قرده وتوجيه بأبابيه قبل هذا اللو تشيديه وتغميد الميت بأبابيه قفك نفط كبح هذا الله إن دلابه أرجسوا تلقمياه إن أنتو سيدي ريا إن دال الله به وبعد كلو عليه أن إيش وقراءة والقراءة ببابيه قرآن الآخرية عنده أي عند المحتضر قفك سكرات الموت كتيرين قرآن الآخرية ومسائل بدن وحديثة تسيري سوى باب كنكو كيني دون مؤلفك عن معاذ قال وحر سمعت وحال مغلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إساقالي من كان كو هذا آخر قول هذا الكيس أدن بياء الديد وكقبح لا إله إلا الله دخل الجنة جنة أيقلا رواه أحمد وأبو داود والسند حسن مركا قودهان بقفك التوحيد كل انتا إنو جندا قليو أما مركا نفط كبح إساير عال أما مركي سوره من التوحيد كهستان وهذا حديث ويتوسس من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة عند الموتنا قفكو مركا سيدي من يرى يعني فضيلة ديرادة بيلاتي أنه لا إله إلا الله ويراده وإذا كان توجب لا إله إلا الله دخول الجنة في حال الصحة والحياة فمن باب الأولى أن توجب ذلك عند الموت ومفارقة الدنيا واختياري معسياري كدن بين هين وقف كدن نفط باي كسي بحيسو هدو يراهضو إني تشنة أواجي بيسو وكسي مضمت إني واختيادك لا تشنة أواجي بيسو لكن معنى يدو ماها قف كان نارس أركي مايان دي أدي لدك لا أياه فصير يسيت الماما يسا ذنوبتو إني صابو تهي نارته إلا قاله كادي قفك لا إله إلا الله كل انتهي الدم بآلو كتوبيت كيننا كل انتهي هذا نعفز كإلهي هلين إلهي ولو يغفر ما دون ذلك لمن يشاء واحد نقول سينو الدم بقيسي نارته كقاله مركا لا إله إلا الله نارته قلست يدي كمي بدبادين محي كبدبادي سي الخلود فيها نارته نكواره وجعلت عاقبته الجنة هل كو كدن بين عربتي سرب حي كدغتي جنده انو غلو قول كمن كان اخر قوله لا اله الا الله ادله تلمامايسا لا اله الا الله او لوو قولا فضلغا اي ليدahay لغا قادن مايو ان النافع مجرد قولها وهو احتريا انو يهي لا اله الا الله افك لغا يرهدو قود waxa fasireysa oo qeydaysa adilada kale tirada badan ee tilmaamaysa qowlka in aqiida la socoto qofku aaminsan yahay waxaan la ilaaha illa allah tiri illa munaafiqiin tu way la ilaaha illa allah walam tanfa'u yiquluna bi afwahim ma laysa fi qulubihim idha ja'aka al munaafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu in al munaafiqina lakadibun قول كودي هي قلبي كودي مركا إسخلافين وحوامي تري لا إله إلا الله مركا من كان آخر قول لا إله إلا الله معتقدا لمعناه وإنه معنى هذا المسيح حتى هدو أفكا كيرا هدو إسوغل معنى هذا قران وحوامي تري ميسو حديثك عثمان مسلم وري من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله يعلم معنى هذه الكلمة كلمة المعنى هذا وإنه قران معنى هذا وإنه يهي إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة غيره إلهي نحق له عبادة إن لقوكوبة عبادة عدك الله عبدانا إن باطلتك وكذلك محاشر دواء سلامته مما ينقضها خلوه مما ينقضها وإنه كم رياي وحلا إله إلا الله برية أدو لا إله إلا الله مالك شنكو نوتشار كو تصبح صدو لكن وحي برينا أيه وكسي فيسي يهي والشركه وهو الرأيه لا إله إلا الله حبه وطريميسه وهو منقوضة ومدبرتوي
ولهذا بكسو أرورتي حديثة من ماته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن ماته يشرك بالله شيئا دخل النار. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مركا قف والبندات لما وافتشنا يا وحلا وافتشنا يا عدي مضن ويثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله ظالمين. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا يا لقى قادنا يا قفك لا إله إلا أن أرن مركا ينفت كسيب حيسير خاتمة كحمات إلا ليس الدين على سوء الخاتمة رضان قفك وحن وكلا إيا كفر إيا وحن وكلا أنا كهضل مركا ينفت كب حيسير مو أشهادا انت أصوى قول الله قمر ديك كرو دليل تصير إيا إلي خاتمة كحمات. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا ألقنا وأفكا أورد موتاكم كوينا إجارد كسو حاضر تي لقف دنتي حولو مشيقية والموتى هلك وحلوغة شيدا من حضرته الوفاة لا إله إلا الله ألقنا رواه الجماعة إلا البخارية لا إله إلا الله ده بالا أورنكرا والله قال أورنكرا ده نوال أورنكرا. وأحمد الحمسن تكيس كوري بإسناد صحيح صاحب الشيخ الألبان وكذلك الشيخ أبو عبد الرحمن الوادعي رحمة الله عليهما إنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على رجل من الأنصار في السياق نبي يقول حوص وقال أن الأنصار تكميض سكرات الموت كهي فقال يا خال قل لا إله إلا الله أبتي لا إله إلا الله وأنصارته هالكي رسولك عليه الصلاة والسلام أبتيا يوغان نقدين استقى ما يدلين وهو يدي ديرير بن عبد مناف بابا يهيدبا لكن أبيه يدلين مركا كوا أبا دلي كوا أووغا دلي أبتيال بكوين إنه رير أييي وحوين راميال كلاينو مريناي خال إيا عام إيا مقاعدة صنبا الصعودة إنه مقاعدة كلاينو بحينا مركا. طيب مركا النبي يقول قل بوري يا خال قل لا إله إلا الله مرهضو مريران السالي إمام النووي رحمه الله تعالى والتلمامي لقول العلين ما يوقفك حالة علس بكتيرا وحدع كرته إنه مركا الدنبا وحكا لبكوها الله هذا الكلام دو كدن بيسيا لقول العلينية سيلا الدفان ودبريني كتيرتان واللوغو أورانية وعك الله قادنا يوقفك أدوية كسي سعوداء سكرات الموت كوهايو إلا أكتشوغو دوحو باعية تلقين كوهو باعية لا إله إلا الله الحصوصية سيدا سوكالة دوحو باعية هاي إن لوغوه اليالو نفطو مركي كبا حدا دي قفكي إن لي سدو وسيانو أكل التوفين أيو باعية هاي. وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكانت له صحبة صحابي بوها أنا رجل أن أيا قال وحر يا رسول الله ما الكبائر الدنبية وهوين وامح قال وحر هي كبائر سبع وتضبع وذكر منها تضبع ضوح كشاقي واستحلال البيت قريقين لحلاشدو الحرام يحرمد الله وبمعنى القصة ما هي وح إلهي وحاران تمي وكعبدي قبلتكم قبلدينا أحياء مركز نوشهين يو أمواتا مركز نمتانبا رواه أبو داود. الحديث كان سنة كيس واحد ترى عبد الحميد بن السنان ومجهول وتفرد بالرواية عن يحيى بن أبي كثير بخاري نوحر في حديثه نظر يحيى بن أبي كثير نوى مدلس ولم يصرح بالتحديث عنه إنه كم قال السعد أم الشيخ سأسوا ايتهاد الشيخ الألباني حسن بوك الشيخ وحو الشاهد وقردك حديث ابن عمر حديثك ابن عمر نوحا كتر أيوب ابن عتبة وضعيفة وقد خالفه زياد ابن مخراق وثقاء زياد ابن مخراق وثقاء أي أيوب ابن عتبة خلافي وحديثك كردك موقوف هذا الكيس حابقة. ومع هذا
حديثك ابن عمر الشيخ الألباني وشاهدك وقال لي حديثك نحويا عمير ليس فيها هذه الجملة جملة أنا قبلتكم أحيانا وأمواتكم ما ترتبع كيف يكون شاهدا له سو شاهد قلنا قرية ولهذا حديثك ضعيف وهي ما حديثك وحويا حديث حسن معها وحان الله دليل شد حديث كان قفك أي نفطك بحيث إن قبل هذا اللوت شيديو وأموات تاسع وحيكو فسران أي من جاءته الوفاة الموت من حضرته الوفاة كيريدو أي اتماده كي نفطك بحدي معها أحيان وأمريكا اللي تكون هي قبل أي قبل أو طايدتك أموات تنو أمريكا هي ده نفطك بحيسي لهذا لكن حتى هدوها صحي لها مسألة ده أقفك لمن هي إن قبل هذا اللوت شيديو كما عدا حديث كني وأيو قفك السيد لمن هي محي مصلي يبا منه لو تكن يبا وما يا تكن ما يو هو محتضر ما ميت ميو يهي مذا نفط كبحذي ما يا مذا نفط كبحذينا ما وحي غير مصلي ومنه لو تكن هين صلاة كتير كاسين وقبلة قابلة حديث كانت المام ما يو وهكذا حجيستين حديث كحاكم يبهقي وريين عن عبد الله بن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر وقال رسول الله أصاب الفطرة صحابي البراء بن معرور لو رنتي راح قدر دارما مركا سكرات الموت كوي ما إن قبلة ذا لو تشيدي وركيس ومركو النبي عليه الصلاة والسلام قارين النبي قوحنا أصاب الفطرة فطرة دي بو أصيب لكن حديث كان نعيم بن حماد وهو سيء الحفظ بسنة كيسة كتير عبد الله بن أبي قتادة لفتي السنة والتابعي مركا مرسل بولين عامر كلاجا قال أو نقرية مركا وحديثة وصحيحة وقصة أروري توجيه المحتضر إلى القبلة لما هي لك وعليه عمل المسلمين عمل كمسلمين تاكد دريرا هدي الله الصمية دي مالي هدي الله قد تقانا وحما حمان ويساقون قبلة دي وچه دي ردي نفط كبه حدو نار بوغيلي هي خاتمة دا كحما تيارين كماها وحالقا هل يابوا استحباب وصنة نمو سنة ما تاين قبلة دي لوچه دي مسماها تاسالقا هل يابوا وعن شداد بن أوس قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم مركضوا تكتان موتاكم كوين نفط كبحضي فأغمضوا البصر أرق اللعب فإن البصر محايا لأرق يتبعه الروح النفطي والنفط على سيسي ده ملايكتو أي سيسي ده مبو سي إيجا يا مركا هل كلا لما ريبو كت اللقمية وقولوا خيرا خيرنا كهضلا فإنه يؤمن محيا لي وحامين لولي على ما قال أهل الميت أفكار دنتي ددكي سوحي راه دار مركا ودنتو خير دي كهضلا نخير كاسا آمين ملايكتو لاذي شر دي كهضلا نشر كاسا ملايكتو آمين لاذي رواه أحمد وابن ماجه مركا حديث كأنه حديث حسنة وحان شاهدوا حديث كأم السلامة مسلم أوري دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضهم نبي يقول حوصة وقال يا أبو السلامة ونفطه يكب حدي مركا وعنده سناء فرينيهين سقو ميدا سيدي قف وحييق يوكلي إنه الله ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر وعلي مركا نفط لقبته أرق أي راعة marka hadiidka wax laga faa'ideysanaya qofka naftu ay ka baxday dadka la jooga inay u indhalaabaan laa yaqbu haman daruhu muqal kiisu si aan u fool xumaan bahaluhuna si aan uga gelin malaa'igta xafadada ayd ba iskaga tagaysay qofku markuu noola ilaalinaysay si aan indhaha uga gelin qaal nawiyyu ajma'a almuslimuna ala dhalika sida in la yeelana muslimiintu waa isku waafaqeen wax khilaafi kuma jiro waxa kale oo laga qaadanaya qofka markay naftu ka baxdo إن ذاتك أي خير كهذلان إلهي وعدك خير بدن نوغو بدل إلهي ودن بداف لا تدعو على أنفسكم إلا بخير وحان خير هاي نفتي إنه يقول دعاين نبو الرسولك عليه الصلاة والسلام مركا يقير دعوة هو قاية بقاية ملايكة آمين بيلاده شباية كفاية فإن الملايكة يؤمنون على ما تقولون وحال ليديهم بملايكة آمين يقول ليده مركا حالة داسي
من أوقات إجابة الدعاء قف ميد ونفط كب حضي وليبا قرابة دي مركة دول تاقنتها خير إيا الشر وحياد كدو عايسو ولا أقبلية ولهذا فرصة دا كفاية دي سوء خير كدو عايسو قف كردنتين خير كدو عايه. وعن معقل ابن يسار قال وحولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا أخريا ياسين أخريا على موتاكم كو أخريا كوين يجيرد كسو حاضرتي. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن وي ووضنه قرآنك لا يقرأها ما أخري رجل إنك سيريد الله إله الدنيا والدار الآخرة إلا هدو أخري نغفر له والود بنافا وقرأوها أخري على موتاكم نكو أخري. وحديثك أي صومالد سورة ياسين أي درادي أود حفديين وحق قنانت كالإرارة يدلي شدان قفك مركا إسلامي لمن يعدى ويرى ياسين كو أخري ده. حديث كنا ضعيف ومن رواية أبي عثمان عن أبيه عن معقل ابن يسار أبو عثمان يا أبيه وكلا ورينا يلبد هو مجهول تكلا إضراب سنة كيس كتيرا إسخلاف ومروح كرقي أبو عثمان عن أبيه عن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع بكرين مرنا موقوف بكرقي عن أبي عثمان عن أبيه عن معقل قوله هذا الكلم عقل السقوة مروح ما شبك صاري أبيه أبو عثمان والكوكا عن أبي عثمان عن أبي عن معقل وحكرقين عن أبي عثمان عن معقل معقل مباشرة بقوري وهذا اضراب يكون به الحديث ضعيفا. ولهذا الإمام الدارقطني وحويري هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث وحديث سند كيس ضعيف في متن كيس مجهول يعني وحكى الأمر خاتف فرج ولا حديث واحد سورة ياسين إن يدي القرآن طيب هذا الكلاء طيب وياني فضل دير هذا وشيغي يا ببتش ربع يقفكم مركة وصير لما رأيين لقوا آخر يطان حديث كالواترته لكن هو ضعيف وقفك نفط إلى كب حدا قر هذا الصورة نفط ضيرسة ورئيسة وحديثك أبي 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 ذري أبي الدرداء ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه وهذا ضعيف وهي. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهي سورة الفاتحة ما آخرين يا قيام كلابات بانو ملايين يا سوما هي سورة الكسوف نعم وآخرين يا وهي وقيام في الصلاة تشرع فيه القراءة وقيام صلاة كتيرة وقراءة للشرعية لحيس فتجب فيه الفاتحة فاتحة الآخرية مركا واجب بين قنيسة وأنا سأل العلم قوب بدنيين ماذا بشافعي أنا والله أعلم. وتجنب اللفظين إن كليهما ومن قال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضاني.